فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، فكيف يجمع بين الحديث وما فعله علي بالخوارج؟ نعم، ورضي الله عنه أحرقهم من شدة الغيرة على دين الله، فاللي حمله على هذا شدة الغيرة على دين الله، وربما يكون لم يبلغه الحديث. نعم، فضيلة الشيخ حمل على هذا شدة الغيرة لدين الله عز وجل. معلوم إن الإنسان إذا فعل فعلا غيرة لله أنه يعذر ولو حصل منه خطأ أو مخالفة. نعم.